السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا السادس؟ معاكم وفاء حسين، أكاديمية الذكاء الدولية، وصلنا لدرس مقاومة المشركين للإسلام، الدرس الثاني في مادة التاريخ. الآن النبي صلى الله عليه وسلم كما أعطيتكم بالدرس الأول تمكن من إقامة المجتمع الإسلامي وإقامة الدولة الإسلامية في المدينة المنورة، وكسب الكثير من الناس الذين دخلوا إلى الإسلام، وبذلك زادت أعداد المسلمين وزادت قوة المسلمين وزادت هيبة المسلمين بين القبائل العربية، وتمكن من بناء المسجد النبوي وبناء السوق ووضع دستور وصحيفة للمدينة المنورة تنظم علاقات المسلمين مع بعضهم البعض، وتنظم علاقة المسلمين مع غيرهم من المسلمين سواء اليهود أو النصارى، لأنه كان موجود طبعا قبائل يهودية في المدينة المنورة اللي هم يهود بني النضير وبني قريظة وبني قينقاع. الآن النتيجة لقيام هذه الدولة في المدينة، وتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من الهجرة إلى من مكة إلى المدينة وإنشاء الدولة الإسلامية، تمكن الرسول صلى الله عليه وسلم من بناء هذه الدولة وكسب عدد كثير من المؤيدين المناصرين له. هذا شيء لم يرضي قريش وقبيلة قريش في مكة طبعا، وخافت أن ذلك يهدد قوتها في مكة، وأن يزيد انتشار الإسلام ويمتد إلى خارج المدينة المنورة ليشمل شبه الجزيرة العربية. الآن حاول طبعا المشركين طبعا مقاومة المسلمين وإظهار الأذى لهم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما متصدر لهم ويقاومهم هو ومن آمن معه من المسلمين. الآن المشركين اشتد أذاهم لسيدنا محمد ولأصحابه المسلمين. طبعا عندما اشتد هذا الأذى أذن الله تعالى لهم بالجهاد والقتال في سبيل الله تعالى من أجل نشر الإسلام ورد أذى المشركين والدفاع عن النفس ورد العدوان، فقد قال الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم، عفوا، وإن الله على نصرهم لقدير، صدق الله العظيم. أسف مثل قراءة الآية بطريقة خاطئة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، صدق الله العظيم. هاي الآية بتتحدث إن الله تعالى أذن للمسلمين والرسول صلى الله عليه وسلم أن يقاتلوا في سبيل الله تعالى، والله تعالى سوف يكون بعونهم ما دام هم طبعا غايتهم وطبعا وهدفهم إرضاء الله سبحانه وتعالى. الآن بدأت هذا الجهاد بإرسال السرايا والغزوات التي قصد النبي صلى الله عليه وسلم منها صد اعتداء المشركين وإحباط خططهم في الاعتداء على المسلمين. الآن راح تسألوني ما المقصود بسرايا وما المقصود بالغزوات؟ السرايا هي بعثات استطلاعية، هاي البعثات كان يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يشارك فيها النبي ولم يخرج ولا في واحدة منها، لكن كان يرسلها من أجل استطلاع أخبار العدو، من أجل التعرف على المواقع الجغرافية المحيطة في المدينة المنورة، فيما لو حصلت غزوة أو قتال يكونوا عارفين طبيعة المنطقة الجغرافية، وأيضا من أجل إضعاف قوة المشركين. فكانت أول سرية في الإسلام بقيادة حمزة بن عبد المطلب عم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغت عدد السرايا 38 سرية، بينما الغزوات تختلف عن السرايا. الغزوات يعني فيها قتال، فيها اصطدام مع العدو، هذه الغزوات كان يشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغ عدد الغزوات
26 غزوة، واصطلح على تسمية الغزوات باليوم أو بالأيام أو بالموقعة أو بالسرية أو بالبعث، يعني كان لها عدة تسميات الغزوات. طبعاً مس أنا هاي اللي بدي إياه منكم بالسرايا والغزوات، تعرفوا لي عدد سرايا الرسول صلى الله عليه وسلم، كم عدد السرايا؟ 38 سرية. عدد الغزوات الرسول صلى الله عليه وسلم 26 غزوة. أيضا في عنا سؤال الفرق بين الغزو والسرية، زي ما حكيت لكم السرية لم يشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم، هي عبارة عن بعثات استطلاعية، بينما الغزوات يعني قتال اصطدام بين طرفين، وأيضا شارك كان يشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم. الآن من قائد أول سرية في الإسلام؟ هو حمزة بن عبد المطلب، اكتبوها يا سادس. بداية من نتحدث عن أول غزوة أو أول يوم من الأيام التي شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا هي غزوة أو يوم بدر، وحصلت في السنة الثالثة، عفوا في السنة الثانية للهجرة. طبعا بعدها بسنة حصلت غزوة أحد. بداية نتحدث عن يوم بدر. يوم بدر حصلت في السنة الثانية للهجرة. طبعا هاي الغزوة أو هذا اليوم حصل نتيجة إنه النبي صلى الله عليه وسلم وصله خبر إن هناك قافلة لقريش قادمة من الشام محملة بالبضائع والأموال، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقابلهم بالمثل ويسعى لاسترداد شيء مما استولى عليه كفار قريش من أموال المسلمين، لأنه زي ما بتعرفوا إن المهاجرين لما تركوا مكة وهاجروا مع النبي كانوا تاركين وراءهم أموالهم وبيوتهم ومساكنهم وأعمالهم، يعني جاءوا إلى المدينة المنورة ولا شيء معهم، استولوا عليه طبعا المشركين. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسترد شيء من أموال المسلمين وضرب اقتصاد كفار قريش وإضعافهم. وطبعا لما علم أبو سفيان بذلك غير مسار القافلة وأرسل أو أخبر قريش بأن يرسل إليه العون والمدد حتى يستطيع مواجهة جيش المسلمين. الآن الأطراف المعركة زي ما بتعرفوا هم المسلمين والمشركين من قريش. الآن حصلت المعركة وحصل القتال، انتهت المعركة أو يوم بدر بانتصار المسلمين وتعزيز مكانة أو أنه أصبح للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين مكانة بين القبائل في شبه الجزيرة العربية، أيضا ودخل عدد من المشركين إلى الإسلام أيضا، واكتساب المسلمين قوة في القتال لأنه صار عندهم خبرة في القتال وفي الحروب، وزادت هيبة المسلمين ومكانتهم بين القبائل، وتم أيضا أسر عدد من المشركين. طبعا اللي جهل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ساعده على النصر في هذه الغزوة هو مشورة الحباب بن المنذر عليه، حيث أشار عليه أن ينزل المسلمين قرب بئر ماء تسمى بدر، بئر بدر، للسيطرة على مياه بدر والتحكم فيها وحرمان المشركين من الوصول إلى بئر بدر. طبعا الشورى هي مبدأ مهم في الدولة الإسلامية، يعني هو منهج اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم في جميع معاملاته وجميع الأمور التي كان يقوم فيها بالمدينة المنورة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعتمد على رأيه الذاتي، بل كان يستشير غيره من الصحابة ويأخذ بمشورتهم من أهل الحكمة طبعا والخبرة. إذا بدي إياه منكم في غزوة بدر تعرفوا لي إنها حصلت في 2 هجري، ومتى وقعت في 2 هجري. كمان بدي تعرفوا لي من أين كانت القافلة قادمة من الشام، لماذا تصبد المسلمين لقافلة كفار قريش من أجل استرداد شيء من أموال المسلمين، اكتبوها يا سادس، من أجل استرداد شيء من أموال المسلمين التي استولى عليها كفار قريش وضرب اقتصاد قريش، واضح؟ بالنسبة ليوم بدر
بالنسبة للأطراف مهم جدا، ما هي أطراف المعركة؟ هم المسلمون والمشركين. النتائج بدي تعرفوا لي أول تنتين اللي هي انتصار المسلمين في المعركة، وأيضا تعزيز مكانة الرسول وهيبته بين والمسلمين طبعا وهيبتهم بين القبائل. في عنا سؤال، متى حدث يوم بدر؟ 2 هجري. ما نتائج يوم بدر؟ هاي النتائج موجودين عندكم، أنا بدي تحفظوا لي نقطتين فقط. أوكي. الآن بالنسبة للمشورة، إنه أنا بدي تعرفوا لي كمان إنه لماذا سمي يوم بدر بهذا الاسم؟ في عنا سؤال، لماذا صفحة 13، لماذا سمي يوم بدر بهذا الاسم؟ السبب في ذلك إنه أشارة، بس أكتب كلمة أشارة، الحباب بن المنذر في أن ينزل المسلمين قريب من بئر بدر للسيطرة على مياهها والتحكم فيها وحرمان المشركين من الوصول إلى الماء. الآن بدي تعرفوا لي أيضا الشورى، ما المقصود بكلمة الشورى؟ المشورة يعني أخذ رأي وأهل الحكمة والخبرة. الآن بيّن أهمية سيطرة المسلمين على مياه بدر. أهمية سيطرتهم إنهم بالتالي إنهم سيطروا على مياه بدر، سيطرتهم إنهم منعوا المقاتلين المشركين من الوصول إلى مياه بدر. إذن شو أهميتها؟ إنهم منع المشركين من الوصول إلى مياه بدر. هل تتشاور مع أسرتك في أمور حياتك؟ أكيد يمس. أعطي أمثلة، مثلا تستشيرهم إذا أردت أن تذهب إلى مكان معين، إذا أردت مثلا أن تذهب إلى الحديقة، يعني أمور ضمن محيطك. يعني أكيد الإنسان دائما بيحتاج إلى مشورة الآخرين. في أعطي أمثلة على مؤسسة للشورى في الوقت المعاصر. مؤسسة للشورى عنا موجودة في الدولة، اللي هي السلطة، اللي هي سلطات أو مجلس النواب، بما معناه مجلس الوزراء اللي هو مجلس النواب، هذا بتشاوروا فيه النواب وبتوصلوا دائما للقرار الصائب الذي يخدم الأمة. ما أثر مشورة الحباب بن المنذر على نتيجة يوم بدر؟ أثرها إنه ساهم في نصر أو تحقيق النصر للمسلمين. إذا ساهم في تحقيق النصر للمسلمين. نشاط ما بدي اياه هذا يمس. الآن هاي المخطط، طبعا الخريطة، مخطط يوم بدر. هاي بئر بدر اللي حكيت لكم عنه، اللي أشار عليه الحباب بن المنذر على سيدنا محمد إنه يجعل أو ينزل عنده جيش المسلمين حتى يمنع المشركين من الوصول إلى مياه بدر. وفعلا تم تحقيق النصر للمسلمين وأصبح لهم هيبة ومكانة بين القبائل. الآن بالنسبة للأسرى، الآن حكينا إنه كان هناك أسرى في يوم بدر. هؤلاء الأسرى هم المقاتلين الذين وقعوا في قبضة الخصم أثناء الحرب. هلأ الآن بصير شو بصير في المعركة؟ تنتهي المعركة، فالجيش المهزوم بغادر أرض المعركة، والجيش المنتصر يبقى على أرض المعركة. ليه؟ عشان إذا بقي بعض المقاتلين يأخذوهم أسرى، إذا بقي أحصنة، بقي جمال، بقي أموال، خلفوا ورائهم أموال أو دواب، يعني اللي كانوا طبعا يتنقلوا فيها من مكان الآخر، من أي جهة أن يأخذها الجيش المنتصر. فكان المقاتلون الذين يبقون على أرض المعركة دائما بنسميهم أسرى، لأنه الخصم هو اللي بياخذهم أسرى لديه. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم معاملة سيئة؟ لا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي المسلمين بالعناية بهم، فقد كان يقول استوصوا
بالأسرى خيرا، فكان ينهى عن قتلهم أو التمثيل والسخرية منهم. وكان الأسير إذا أراد أن يفدي نفسه، إما أن يفدي نفسه بالمال إذا كان قادر على ذلك، أو يعلم إذا كان يعرف القراءة والكتابة، يعلم 10 من أبناء المسلمين القراءة والكتابة. فهناك آيات كثيرة تدعو إلى الرفق بالأسرى، وهي منها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى أن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. إذن بدي إياه منكم عند الأسرى أنه تعرفوا لي ما المقصود بالأسرى. الأسرى، تعريف الأسرى، إنهم المقاتلون الذين وقعوا في قبضة الخصم أثناء الحرب. أيضا اكتبوا لي سؤال: ما هي مظاهر اهتمام الرسول بالأسرى؟ ما هي مظاهر اهتمام الرسول بالأسرى؟ أنه نهى عن قتلهم والتمثيل بهم، 1. 2. فداء الأسرى للمقتدر بدفع المال. وأما من يستطيع القراءة والكتابة، تعليم 10 من أبناء المسلمين القراءة والكتابة. الآن نبدأ نتحدث عن يوم أحد اللي حصلت بالسنة التالية ليوم بدر. يوم بدر كانت في السنة الثانية، الأحد حصلت في السنة الثالثة للهجرة. طبعا حدثت أحد من أجل أن أرادت قريش الثأر لقتلاها في بدر. إذن الثأر لما أصابها من هزيمة في بدر، وبالفعل حصلت مواجهة بين المسلمين بقيادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبين المشركين كان قائدهم أبو سفيان. الآن عينوا لي إياها يمس أنه عرف أو يوم أحد، ما المقصود بيوم أحد؟ أنه هي حدثت يوم أحد في سنة الثالثة للهجرة في المدينة المنورة يثرب، كانت تسمى قديما يثرب، بين المسلمين بقيادة الرسول والمشركين بقيادة أبي سفيان. وكان سبب يوم أحد، ما هو السبب المباشر لغزوة أحد؟ كمان مرة، ما هو السبب المباشر لغزوة أحد؟ هو رغبة قريش الثأر لما أصابها من هزيمة في بدر. زي ما انتم شايفين مخطط يوم احد صفحة 16، انه كيف حصلت المعركة. ها هو جبل احد. كان تخطيط النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة انه يقف رماة المسلمين اعلى او قمة الجبل احد، واوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم نزول الجبل باي حال كانت، حتى لو انتهت المعركة، حتى يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنزول، وحتى لو طبعاً انقتل كثير من المسلمين في ساحة المعركة. إلا أن الرماة لما بدأت المعركة ظنوا أن المعركة قد انتهت وأن المشركين غادروا أرض المعركة، فنزل الرماة عن جبل أحد، نزلوا إلى الأسفل. وعندما نزلوا رآهم خالد بن الوليد، كان في ذلك الوقت لم يكن قد أسلم، فالتف خالد بن الوليد مع جيش المشركين، التفوا حول وصعدوا إلى أعلى الجبل وحاصروا المسلمين، وبذلك انتهت بهزيمة المسلمين وانتصار المشركين، لأنهم خالفوا أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. فاستشهد عدد من الصحابة، منهم حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن أمي. في عنا أسئلة على غزوة أحد: ما هو السبب المباشر ليوم أحد؟ هي رغبة قريش في الثأر لما أصابها من هزيمة في بدر. واضح؟ إذا رغبة قريش في الثأر لما أصابها من هزيمة في بدر.
الآن بيّن سبب هزيمة المسلمين في يوم أحد. شو سبب الهزيمة؟ إنه ظن الرماة المسلمين، اكتبوا، ظن الرماة المسلمين الذين رتبهم الرسول صلى الله عليه وسلم على الجبل أن المعركة قد انتهت، فتركوا الجبل ونزلوا ولم يلتزموا بأوامر النبي أو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وهيك يا سادس بنكون أنهينا الدرس. حلو أسئلة الدرس ويعطيكم ألف عافية.